حياكم الله مشاهدينا الكرام من أرافي دينا، أهلا بكم في صدى أقلام جديد وجولة صحفية نرصد فيها أبرز ما جاء في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. لا حصاد يكفيهم قوتهم، فلاحون في شمال العراق يهجرون أرضهم بسبب الجفاف. في العربي الجديد، هل تنهي تسوية حكومية أزمة نتائج الانتخابات العراقية؟ عنوة أوبزيرفر، وحشية الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين لا تقل عن وحشية الدكتاتور بيلاروسيا. في عربي 21، قوات يمنية تستعيد مناطق وقرى عدة جنوبية الحديدة الساحلية. وعنونة القدس العربي، النمسا تفرض عزلا على غير الملقحين في سابقة بالاتحاد الأوروبي. في أسوشيتد بريس، مسلمو بولندا يساعدون المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا. في نيويورك تايمز، الجيش الأمريكي أعاق تحقيقا عن القتل المدنيين بباغوز في المعركة الأخيرة ضد تنظيم الدولة. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب حاتم فلاحي عن أهالي المقدادية بعنوان: بين مطرقة التنظيم وسندان الميليشيات وإخفاق القوات الحكومية في حماية المدنيين. جاء فيه: من المعروف أن الشرارة الأولى لهذه الحملة الانتقامية التي قامت بها الميليشيات المسلحة على قرى معينة في المنطقة هي حادثة الخطف في قرية الهواشة. ومن هنا نسأل: لماذا لم تبلغ الأجهزة الأمنية بحادثة الاختطاف من قبل عشيرة بني تميم التي تسكن القرية المذكورة، لكي تأخذ الأجهزة الأمنية والاستخبارية مسؤولية التفاوض مع الخاطفين؟ لماذا لم يبلغ القوات الأمنية لتقوم بمداهمة أفراد التنظيم وعدم السماح لهم بالهروب؟ إن هذه المجزرة التي جرت في القرى السنية بمدينة المقدادية لها دلالات كثيرة تبين بأن الميليشيات التابعة لإيران هي المستفيدة من هذه الجريمة، بل إنها قد تكون هي من تقف وراء الجريمة التي ارتكبت بقرية الهواشة. أما القرى السنية فقطعا هي من نفذت هذه الجرائم فيها لإثارة النعرات الطائفية وخلط الأوراق وتحويل الأنظار عما يجري من تجاذبات سياسية حول نتائج الانتخابات التي خسرتها الميليشيات قياسا بانتخابات عام 2018. كما أن هذه المجزرة جاءت كانتقام من المناطق السنية التي لم تعطي أصواتها لمرشحي الميليشيات. بنفس الوقت هي ورقة للضغط على الحكومة ومفوضية الانتخابات للحصول على عدد آخر من المقاعد من خلال الاعتراضات والطعون التي قدمت إليها، وإلا فإنها ستحول الوضع الأمني الداخلي في العراق لفوضى عارمة تضرب مفاصل الدولة العراقية، كما أنها رسالة واضحة للمفوضية بأن الحكومة لن تكون قادرة على حمايتكم، وانظروا إلى ما يجري في المقدادية ويجب عليكم الاستجابة لمطالبنا. وبنفس الوقت هي رسالة للحكومة وللتيار الصدري بأنه قادر على إحداث فوضى عارمة ما لم يتم الاستجابة للشروط في تشكيل الحكومة والتوافق معه حول مرشح رئاسة الوزراء. إن الغريب بحسب الكاتب في هذه الأحداث وجرائم القتل والتخريب والتدمير والتهجير والتجريف وإحراق البساتين والدور والمؤسسات التعليمية والخدمية والدينية قد حصل بحضور القوات الحكومية التي حضرت بكثافة في تلك المناطق، ولكن من دون فائدة أو من دون جدوى، لأنها قامت بإبلاغ السكان والأهالي بضرورة خروجهم من هذه المناطق لأنها غير قادرة على حماية، بل وقد وفرت لهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم إلى خارج المنطقة. عن فضيحة الشهادات اللبنانية كتب المزورة في العراق على صادق الطائي: كتبت قبل بضعة أسابيع مقالاً عن الجامعات الأوروبية التي تمنح شهادات مزورة أو غير حقيقية لطلبة من الشرق الأوسط ولا سيما للعراقيين، وقد علق بعض الأصدقاء والمتابعين على المقال في سياق الموضوع وذكروا بعض جامعات بلدان الشرق الأوسط التي تحولت
إلى دكاكين لبيع الشهادات الجامعية الأولية والعليا ومنها لبنان. أثيرت في الأيام الماضية فضيحة كبيرة في أروقة وزارة التعليم العالي العراقية بعد الحديث عن وجود آلاف الشهادات الجامعية بيعت لطلبة عراقيين من بعض الجامعات اللبنانية العام الماضي فقط. الرقم غير طبيعي، إذ ما هي قدرة الجامعات الأهلية اللبنانية على تخريج هذا الكم الهائل من الدارسين؟ وما هي قدرة لبنان كبلد صغير في الشرق الأوسط على دعم وتوفير احتياجات آلاف الرسائل لمرحلتي الماجستير والدكتوراه؟ وقد نفت جهات لبنانية رسمية الخبر واعتبرته ضجة إعلامية تستهدف سمعة الجامعات اللبنانية المعروفة برصانتها في المنطقة، لكن ما نلمسه على أرض الواقع في العراق يثير العديد من الشبهات حول ظاهرة شراء الشهادات الجامعية التي أصبحت عبارة عن ورقة وبضعة صور لمناقشة جامعية لرسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه تمنح لشخص يدفع بضعة آلاف من الدولارات ليحصل على حرف الدال الذي يضعه أمام اسمه للوجاهة الفارغة أو للحصول على مكاسب وظيفية. حسب صحيفة عراقية غطت الفضيحة الأخيرة جاءت التفاصيل التالية: في خطوة هدفها وضع حد لتجارة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان، سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقفي في السفارة العراقية في لبنان هاشم الشمري إلى العراق وأحالته للتحقيق بعدما بلغ عدد الشهادات الصادرة للطلاب العراقيين السنة الفائتة نحو 27,000 شهادة. على وفق المعلومات المتوفرة، تصل العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5,000 دولار عن كل طالب ماجستير و 10,000 دولار عن كل طالب دكتوراه. إزاء هذه الفضيحة تعالت أصوات أكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني العراقية مطالبة بموقف حازم مما حصل وإحالة المتورطين والمستفيدين من شبكات سمسارة بيع الشهادات الجامعية إلى القضاء وتلقيهم العقوبات القانونية مع حذف كل الشهادات التي أثيرت حولها الشبهات وصادرة من جامعات غير رصينة في بعض دول الشرق الأوسط. لكن يبدو أن كل هذه المطالب لن تتجاوز مرحلة الأمنيات ولن تصل إلى مرحلة التنفيذ نتيجة غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد. وفي موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب صبحي حديدي تحت عنوان من بيروت إلى بغداد ثقافة الاغتيال، فلنتابع التفاصيل. ولا يلام امرئ ربط بين هذه وتلك لجهة إحالاتها الواضحة وبصمة الجهات المنفذة، أو يجد البعض غضاضة في مقارنة مسرحية أحمد أبو عدس في بيروت عام 2005 وسخرية أبو علي العسكري المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية في بغداد عام 2021 من أنه توجد طرق كثيرة جداً أقل تكلفة وأكثر ضماناً لاغتيال الكاظمي أو هذا المخلوق الفيسبوكي رئيس الوزراء الأسبق. أكثر من ذلك، وعلى غرار ما تسجل به هذه السطور، هل تلام أدوات التنفيذ الفعلي من قتلة الحريري أو مستهدفي الكاظمي؟ أم الملامة الأولى أجدر بالتوجه إلى رأس التخطيط والآمر الأكبر؟ سواء كان مقره ضاحية الجنوبية في بيروت أم مكاتب الولي الفقيه الخاصة السوداء في طهران؟ اغتيال الفرد بهدف خلط سلسلة من الأوراق المرتبطة به؟ أو حتى إفساد معادلة هنا وتوازن هناك على صلة ببقائه في المشهد حياً أو إزاحته عنه ميتاً ليس خياراً جديداً أو طارئاً على أحزاب الله التابعة للمركز في إيران، بل هو ثقافة سياسية وأمنية عريقة. أضاف الكاتب سوف يحثر المرء على أسلوبية أخرى للسخرية من إخفاق محاولة اغتيال الكاظمي تتقزم إزاءها سخرية أبي علي العسكري، وهو تصريح علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن محاولة الاغتيال كانت فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية. هل تغادر تونس انتقالها الديمقراطي؟ هكذا تساءل الكاتب المهدي مبروك في مقال نشرته صحيفة العربي الجديد
إذ تسود سردية محبطة تفيد بأن أمراض تونس الحالية ناجمة عن انتقالها الديمقراطي. وهنا يقدم الإعلام وبعض النخب ما يتوهمان أن ما حل بتونس ناجم عن خطواتها المقطوعة في ديمقراطيتها الهشة، يعرضون كل العيوب التي نجمت عنها: الفقر، التهميش، ازدياد معدل الجريمة، تلاشي هيبة الدولة، والهجرة غير الشرعية إلى آخره. كل هذه القضايا البنيوية التي يعود بعضها إلى ما قبل الثورة بعقود تنسب إلى عشرية الانتقال الديمقراطي. أخفقت النخب المتعاقبة في تسويق تجربة انتقالها حتى أن بعضهم جافاها بل وعاقبها، حتى شعرنا أن تجربة محاصرة ولم يقف معها إلا قليلون، وهم يرون أن معضلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية تنعش الديمقراطية المرتبكة. وإذا كان موقف بعض البلدان العربية مفهوماً لاعتبارات تتعلق جلها بالخوف من جاذبية التجربة وتهديدها ضمنياً لمصالحها، على الرغم من أن الثورة لم تنشغل بغيرها وكانت محلية محضة، لقد ظل موقف الاتحاد الأوروبي غريباً، إذ لم يستثمر في إنجاح التجربة بالحجم الذي استثمره في دعم الاستبداد والأنظمة المتسلطة. جاءت الأحداث في قرية عقارب إحدى ضواحي مدينة صفاقس مؤشراً على هذا الفشل الذريع في معالجة المشكلات المزمنة، ومنها قضية التلوث. رفض الأهالي منذ عقود أن تكون قريتهم مكباً للفضلات، وهي التي سجلت آثاراً كارثية على صحة المواطنين، والتجأوا إلى القضاء الذي أنصفهم حين أمر بإغلاق هذا المكب بالذات. وكان قيس سعيد قد وعد الأهالي قبل أن يصبح رئيساً بإغلاقه لو وصل إلى قصر قرطاج. تحولت مدينة صفاقس في أقل من شهر ونصف الشهر إلى مكب مترامي الأطراف. وعوض حلحلة الأزمة البيئية الخطيرة، استدعى سعيد وزير الداخلية وتم فتح المكب عنوة، وقضى في القرية شخصان في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن استمرت قرابة أسبوع، وكانت المقاربة الأمنية خطأ فادحا. وأضاف الكاتب: لا يؤمن الرئيس أن له شركاء في هذا الوطن قبل شركاء الحكم يستشيرهم ويستمع إلى آرائهم، فهم حسب اعتقاده رعايا عليهم السمع والطاعة حين يصدر أوامره. إن ظلت البلاد تغادر انتقالها الديمقراطي تدريجياً فإنها لن تذهب إلا إلى الاستبداد بحسب تعبير الكاتب. قال المعلق كنعان مالك في مقال له بصحيفة أوبزيرفر إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو هو الشرير المناسب لإخفاء وحشية أوروبا القلعة أو المحصنة ضد المهاجرين، فقد وصف مجموعة من الرجال بزي أسود وأقنعة سود حاملين عصيهم، وكلهم يدفعون جماعة من الناس ويضربونهم بعصيهم على أذرعهم وأرجلهم وظهورهم، يدفعونهم إلى الوراء إلى النهر الذي يعلم الحدود الأوروبية، صارخين ارجعوا ارجعوا. تعتبر العمليات صدا، وهي كلمة مخففة عن الطرد العنيف وغير القانوني، ويحدث على الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد الأوروبي وليس على اليابسة ولكن في البحر أيضا. وتقوم وحدات من خفر السواحل اليونانية الذين يرتدون الزي الأسود والأقنعة وبدون إشارات يقومون بالقبض على المهاجرين ووضعهم على طوافات النجاة البرتقالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودفعهم باتجاه تركيا وتركهم لقدرهم. وحتى نفهم هذا ونضعه في سياق الحدود البولندية البيلاروسية، فمن المهم أن نفهم ليس فقط طبيعة الحكومة في بيلاروسيا ولكن السياسة الأوسع للاتحاد الأوروبي. فالنظام في بيلاروسيا وحشي ولا يغفر، ورئيسه ألكسندر لوكاشينكو جزار، قامت قوات أمنه بضرب المتظاهرين حتى يستسلموا وعذبت وسجنت رموز المعارضة. ويستخدم لوكاشينكو ورقة المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي وترك حوالي 2000 مهاجر بدون وثائق عالقين على الحدود مع بولندا. ومهما كانت تصرفات لوكاشينكو بغيضة، إلا أن الكارثة الإنسانية على الحدود ليست نتاج تصرف بلد واحد، فقد أجبرت القوات البولندية المهاجرين على نفس الوضع وتركتهم عالقين على الحدود. وأعلنت وارسو عن حالة الطوارئ وحرمت المهاجرين من الطعام والشراب والمساعدة الطبية، ورفضت منح الصحفيين التصاريح لمعرفة حال المهاجرين،
وتسمح القوانين للشرطة برفض طلبات اللجوء. وجاء أيضا في الأوبزيرفر فكرة أوروبا القلعة والمحصنة خلقت من أجل تحول الناس إلى أداة بيد السياسة وعدم النظر للمهاجرين بصفتهم بشرة، ولكن كحطام يقذفه البحر على الشواطئ الأوروبية. من أجل الحفاظ على حصانة أوروبا أو فكرة القلعة، قام الاتحاد الأوروبي بتمويل صناعة اعتقال وخطف في أنحاء أفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر وعبر الصحراء الكبرى. فما أطلق عليه عملية الخرطوم هو اتفاق ربطه الاتحاد الأوروبي مع دول في شمالي وشرقي أفريقيا لاحتجاز المهاجرين قبل أن يصلوا إلى البحر المتوسط. وننتقل إلى وكالة أنباء أسوشيتد بريس التي نشرت تقريرا عن مساعدة مسلمي بولندا للمهاجرين وعن توفير الطعام للعالقين هناك على الحدود البولندية. قال زعيم الجالية المسلمة في بلدة بوهنيكي شرقي بولندا إنه شهد المهاجرين غير قادرين على الوقوف من التعب والجوع، والتقطوا الفطر من الأرض وأكلوا التفاحة مع بذورها عندما قدمت لهم، وما ضايقه أكثر هو سماع أنين المهاجرين ومعاناتهم. وقال: كان صوت الصياح وبكاء الأطفال هو أسوأ شيء، ومع تدفق مهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود مع بولندا بدأ تشيزرونوفيتش بالعمل لمساعدتهم، وبدأ بجمع الثياب وتحضير الطعام لهم. ووصلت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود البولندية في ذلك الأسبوع بشكل زاد من حدة المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا. ويقدم تشيزرونوفيتش الطعام للجنود الذين تم نشرهم على الحدود لحماية البلد. وبحسب مراسل الوكالة فقد زاره السبت في مطعم وهو يحضر مع عدد من المتطوعين حساء من الدجاج والخضار في طنجرة كبيرة، وكانت مخصصة للجنود وحرس الحدود، ولكنه كان يأمل بأن يصل بعضها إلى المهاجرين. وبسبب قوانين الطوارئ التي بدأ العمل بها منذ شهر أيلول سبتمبر، فإن نقله الحساء إلى الحدود منحه فرصة ليست متاحة لأحد لكي يطلع على معاناة الناس في الجانب الآخر من الأسلاك الشائكة في بيلاروسيا. بالنسبة للسياسة في بولندا والاتحاد الأوروبي، فوصول المهاجرين معظمهم مسلمون من الشرق الأوسط يعد مشكلة يجب إيقافها. ومع ذلك فهناك عدد كبير من البولنديين يرون أنهم بشر بحاجة لمساعدة ويحاولون قدر الإمكان البحث عن طرق لتوفيرها لهم. في البرد القارس، مهاجرون من العراق عالقون على حدود بيلاروسيا، إذ يواصل كثير من العراقيين الانتظار ضمن حشود اللاجئين على حدود بيلاروسيا من أجل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولا يزال أكثر من 4500 من المهاجرين بينهم عرب من العراق وسوريا يدفعون ثمن الصراعات بين بيلاروسيا ومن خلفها روسيا طبعا وبين الاتحاد الأوروبي، إذ يعاني هؤلاء من طقس بارد على حدود بيلاروسيا وبولندا، وقد توفي منهم حتى الآن 10 مهاجرين. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا انتهت مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.